يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا فاطمة، طول حياتنا كانت المشاكل بسبب أمي وأبوي. كانت أمي إنسانة قاسية وتحب المشاكل. أول ما أبوي استلم ورثه بعد وفاة جدي قرر يتزوج على أمي. وقتها أنا كان عمري 10 سنوات، وأنا أصغر واحدة بإخواني، كنا بنتين وولد. أخوي كان أكبر واحد وبعدها أختي وبعدين أنا. أمي أول ما عرفت إنه أبوي بيتزوج عليها سوت مشاكل وقالت بروح لبيت أهلي وما أبيك. أبوي قال لها لو طلعتي بطلقك. أمي ترددت وقتها وهي عارفة أهلها ناس معقدة ما راح يتحملونها ومعاها أطفالها. سكتت أمي واستسلمت للأمر الواقع، وعشنا كلنا ببيت كبير، زوجة أبوي وأمي وأخواني. صار عندي غير أخواني هذول 3 أولاد من أبوي. زوجة أبوي ما رزقها الله ببنات، وللأمانة زوجة أبوي كانت طيبة وفي حالها، وكثير حاولت تكسب أمي وتفهمها. كانت تحاول إنها تفهم أمي إنه ما لها ذنب، بس أمي كانت قاسية وحاقدة عليها بشكل مو طبيعي، خصوصا إنها من جماعتنا ونعرفها. تقول مستحيل أسامحها أو تبرد النار اللي بداخلي. فهمت أمي وقلت لها يمه وش الفرق هي أو غيرها؟ أبوي كان بيتزوج عليك كذا ولا كذا، والغلط منه هو مو من البنت. بس أمي ما اقتنعت أبدا. المهم تزوجت أختي اللي أكبر مني لما صار عمرها 24 سنة، وبقيت أنا مع أمي وأخواني. أخواني اللي من أبوي كانوا طيبين معي جدا، أكبر واحد فيهم كان عمره 12 سنة، بس حنون معي وأي شيء يشتري له يجيب لي منه. كنت أحب أخواني وأخاف عليهم. أمي كانت دايما تهاوشني وتقول لي طنشيهم وهذول يكرهونه، بس كنت ضدها بهالشي. وصرت أنا وأمي بمشاكل بسبب أخواني وزوجة أبوي، كيف أكلمهم وأجلس معاهم؟ المفروض إني أكرههم. بس زوجة أبوي كانت طيبة بشكل مو طبيعي، كانت تعاملني أحسن معاملة وكأني واحدة من عيالها. هي كانت أصغر من أمي وعقلها واعي شوي، كانت تحب تسالف معي وتجلس ونتكلم أنا وهي، كنت مثل صديقتها وأحب جلستها. في يوم قالت لي إن ولد أختها ناوي يخطب وقالت لهم عني. أنا انبسطت، ما أخفي عليكم ولد أختها كان حلم أي بنت، رجال محترم ووسيم وأي بنت تتمناه. أنا ضحكت ومشيت الموضوع وقلت لي عشان أمي تقتلني؟ قالت لا، أكيد ما راح توقف بوجه النصيب، وإنتي بنتها وأكيد تبي تفرح فيك. قلت لها ما أتوقع والله يا فلانة، ما كنت أناديها غير باسمها أبدا، ما أعتبرها خالتي أو زوجة أبوي. المهم كلمت أبوي وأمي بالموضوع، وهنا أمي تقدرون تقولون إنها فقدت عقلها وعصبت عليها قبل تكمل كلامها. قالت لها ومين انت عشان تجيبين عرسان لبنتي؟ هذا اللي ناقص، انت تزوجيها وامها موجودة. وقت ابوي قال لها اهدي يا بنت الحلال ايش فيك، فلانة ما قالت شي غلط. امي مسكتني وطلعتني من الغرفة. رحنا لغرفتنا وبدأت تصرخ علي وتقول لي والله يا فاطمة لو شفتك جالسة معاها او تكلميها لا تبرأ منك، انت بتجلطيني، وش مسويت لك تحبيها اكثر مني؟ للأسف امي ما كانت مقتنعة بشيء انه فلانة تكرهها ومو ناوي يتغير تفكيرها أو إنها تهدي الأمور، كل فترة تجيب مشكلة وتكبر الموضوع، وكنا عايشين بتوتر بسبب أمي. المهم موضوع العريس اللي جابته زوجة أبوي قلت لها خلاص يا فلانة انسي الموضوع، مستحيل أمي توافق وانت ما قصرتي، تبين الخير لي. بعدها بأسبوع خالتي كلمت أمي تبي تخطبني لولدها. أنا ما قلت شي وسكت. أمي قالت لي إيش فيك ما تبي تردي؟ أول لما زوجة أبوك جابت لك ولد أختها فرحتي، الحين ولد أختي ما تبينه؟ أبوي قال لي أكيد البنت مستحية، إذا ولد أختك جات خلهم يجون يخطبون رسمي. أمي على طول ردت على أختها وحددوا موعد الخطبة. أنا كنت مو حاسة بشي لأني ما أعرف عيال خالتي كويس، قلت يمكن يطلع رجال وكفو والنعم فيه. سوينا الخطبة وبدأنا نكلم بعض ونتعرف على بعض. للأمانة كان إنسان فارغ وكلامه ممل، وما حسيت إنه هذا الشخص اللي بيكون اختياري. ما عنده أي تخطيط للمستقبل ولا عنده أي نظرة لقدام، تفكيره ما عجبني أبد، وكنت مترددة شلون بقول لأمي ما أبيه. كلمت أمي بعد كلامنا أنا وياه لمدة شهر. أمي عصبت عليه وقالت لي الولد اللي 1000 بنت تتمناه ويحبك وبيسعدك بلا كلام فاضي راح تتزوجينه. قلت ما في حل غير إني أكلم أبوي، وفعلا قلت لأبوي وكلمته. قال لي لا يا بنتي هذا زواج، وإذا أنت ما ارتحتي للولد توني بالبر ورايك مهم. والحمد لله أبوي كان متفهم جدا وكلمهم وقال لهم البنت ما تبي الولد. خالتي زعلت من أمي لدرجة بدأت ترسل لها كلام وحكي كثير تسب وتشتم، وأمي حطت حرتها فيني وقالت كله منك وبسببك وبسبب زوجة أبوك.
أكيد عبت راسك على أختي، الله ينتقم منكم. وصرت أنا البنت العدو لأمي، أمي قاطعتني تماما وإحنا بنفس البيت، وبالرايحة والجاية تدعي علي. خالتي طلعت عني كلام بين كل جماعتنا، وما حد منهم صار يحبني، وإذا اجتمعنا الكل يرميني بنظرات غريبة. والله كنت بدخل بين الناس متوحشة، وربي فكني منهم. بس بسبب هالشي والكلام اللي خالتي قالته عني لمدة سنتين، ما حد كان يتقدم لي. وصلت لسن 26 سنة وأنا باقي ببيت أهلي، أدعي طول الليل وأبكي من كل قلبي على الظلم اللي جاني منهم. أنا ما غلطت لما رفضت ولدها، ورفضي كان بمحله. بعد ما تركته على طول اتزوج، وربي رزقه ببنت، بس قاعد عاطل وما يشتغل، وأمه تصرف عليه، وزوجته كرهته لأنه مقصر معهم وما يصرف عليهم. أنا كان تفكيري صح عنه، بس أمي للحين تشوفني غلط، وللحين أنا عاني منهم ومن كلامهم. ما أقدر أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. خالتي بتشوفها ببناتها والدنيا دوارة، تشوه سمعتي وتوقف نصيبي بسبب كلام ما صار. أكثر إنسانة كانت حاسة فيني بهالفترة هي زوجة أبوي، قالت لي أنتي مظلومة يا فاطمة، وربي بياخذ حقك منهم. كانت هي الوحيدة اللي تواسيني وتوقف جنبي، كانت مثل الأخت فعلا. مو كل أم تكون أم، الأم مو اللي تنجب، الأم هي اللي تعلم وتحس بأطفالها، الأم هي اللي تربي وهي اللي توقف مع أطفالها بأوقاتهم الصعبة. أمي كانت قاسية علينا ومتاعبتنا بكلامها ومشاكلها وكلامها الجارح، لكن الأبناء ما يحتاجون القسوة، الأبناء يحتاجوا اللين واللطف بالتعامل، يحتاجوا بيئة مهيئة لتربيتهم ونفسيتهم. وأنا هالشي ما شفته مع أمي، لكن ما أقدر أقول غير إني أدعي لها بالهداية ودعواتكم لي. ربي يرزقني ولد الحلال ويحنن قلب أمي علينا، ويبعد شر وأذى خالتي عني. بس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص تبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو السناب، حط لكم الروابط في صندوق الوصف.